مرتين دي حاجة سخيفة شوية. أنا كنت السنوات اللي فاتت بيبقى أسهل، كنا بنضم الدفعات على بعض يعني، أو المجموعات قصدي، مجموعتين على بعض يعني. باجي وأنا بشرح دلوقتي ببقى متخيل إن أنا نفس الناس يعني، فببقى عايز أقول لكم طب ما أنا قلتها من شوية، أنتوا ليه مش فاهمينها ليه يعني. مرة بقول لحد، بقول له أنا بستغرب الممثلين، بقول لحد كده يعني، بقول لحد بقول له بقول له انا لما بيبقى محاضره وبعيدها تاني ببقى زهقان جدا وعلى اخر يعني، او يعني ببقى تعبان وزهقان. بقول له بستغرب الممثلين اللي بيعمل مسرحيه ويقعد يعمل نفس المسرحيه كل يوم، يعيدها لمده سنين. بستغرب بيجيبوا الطاقه منين يعني. فرد عليه قال لي والله لو بقبض زيهم انا ما عنديش اي مشكله اعيد اليوم كله تاني، كل يوم نفس اليوم كله، مش بس المسرحيه، اعيد اليوم كله. طيب المحاضره بتاعت النهارده محاضره تراديشنال شويه يعني. المحاضرات اللي فاتت انا كنت مغير فيهم علشان احاول اقرب ليكم ايه المقصود بالديناميك سيستمز، ايه المقصود بالكنترول، احنا بنحاول نعمل ايه. محاضره النهارده تراديشنال شويه، هي عباره عن معظمها عباره عن ماثيماتكس. انا عايز اتكلم على الديناميك بيهيفير لشويه سيستمز، فيرست اوردر والانتجريتنج والسكند اوردر. الله، احنا مش اتكلمنا خلاص عن الكلام ده، واتكلمنا عن الفيرست اوردر بس حطينا عليه ستيب انبوت، انبوت ثابت. طب ايه اللي يحصل لو حطيت عليه ساين ويف؟ ايه اللي يحصل لو حطيت عليه رام؟ رام بمعناها سيجنال بتزيد بالراحه. طب ودي حاجه ممكن يعني ولا دي حاجه فانتازيا؟ موضوع ان انا احط حاجه بتزيد بالراحه، لا ممكن جدا. الاوبريتور حتى في الاندستري لما بيجي يزود السيت بوينت هو بيحب يزودها ان ستيبس، ما بيزودهاش رقم فجاه. الحقيقه انا بتعذب معاهم، اقعد اقول لهم انا عايز اتست الكنترول بتاعي بقى، فعايز اغير السيت بوينت از ستيب، اقول له دخلها رقم ستيب ودوس انتر، اكتب الرقم ودوس انتر. هو عايز يزودها حته 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 عشان يبقى مطمن على الريسبونس اللي هو رامب يعني. لما تدخل انبوت بيزيد جراديولي مع التايم ده اسمه رام. فاحنا عايزين نشوف لو فيرست اوردر لاج ودخلت له رام هيطلع ايه. اكيد مش هيطلع اكسبوننشال يعني، اكيد هيطلع حاجه ثانيه، الموضوع مش حفظ يعني. فالفيرست اوردر لاج ريسبونس للرامب وللساين ويف، وهنشوف ونبص على الانتجريتنج، وبعدين بقى نتكلم على السكند اوردر شويه. كويس قوي. لو جيت على الفيرست اوردر لاج ودخلت له رام، السيجنال دي اللي هي الفا تي، اللي هي الفا تي، ودايما في الكنترول شغلي كله مع لابلاس ترانسفورم، فبعتبر قبل زيرو كل حاجه بزيرو. لابلاس ترانسفورم يبتدي من صفر، من تايم صفر. فبعتبر ان قبل حاجه مش زي الفوري ترانسفورم ان انا من ماينس انفينيتي لانفينيتي، لا بعتبر ان انا ببدا من تايم زيرو هنا، تمام؟ قبل كده بصفر. فسيجنال زي دي لما اجي اجيب لها لابلاس ترانسفورم بتاعي عشان اضربها كل السلايدز اللي جايه، كل السلايدز اللي جايه هقول لك في انبوت معين حضرتك هتجيب له اللابلاس ترانسفورم تضربه في الترانسفير فانكشن بتاع الفيرست اوردر لاج انتجريتنج سكند اوردر وات ايفر، وبعدين نعمل ايه؟ نعمل partial fractions ونعمل inverse Laplace transform ونجيب ال time function. نفس الخطوات، نفس الخطوات. if you do it once correctly المفروض ان هي ايه؟ ما تبقاش صعبه. كويس قوي. طيب لو جيت هنا السيجنال زي دي عايز اجيب لها Laplace transform يطلع ايه؟ Laplace transform بتاع اي تي. ساعدوني علشان دي تاني مره دي فيها المحاضره، فساعدوني عشان ما نمش منكم، ما اقعش منكم. ايه على اس سكوير؟ تمام؟ ايه محتاجين تراجعوا الماثيماتكس، لان انتوا الناس بتبقى داخله الامتحان ماثيماتكس اسهل، بدل يعني ابسط حاجه لابلاس ترانسفورم بتاع اي تي هي ايه على اس سكوير. السكوير يفرق العمى من النجاح. هتحط ايه على اس وتكمل اللي طالع ده في الاخر ولا حاجه، جاربج. جاربج ان جاربج اوت. كويس. ايه على اس سكوير؟ هضربها في اللابلاس ترانسفورم بتاع ترانسفير فانكشن بتاع ايه؟ الترانسفير فانكشن بتاع الفيرست اوردر لاج، دي في دي يطلع حاجه بالمنظر ده. ازاي اجيب واي اوف تي؟
انا عايز اشوف الاوتبوت ايه، ازاي اجيب واي اوف تي؟ بارشال فراكشنز اهو، اجيب الفا 1 والفا 2 والفا 3. هسيب لكم الاكسرسايز دوت، درسنا البارشال، درستوا البارشال فراكشنز قبل كده في اعدادي هندسه ولا حاجه. هتجيب الفا 1 والفا 2 والفا 3 تطلع بالمنظر ده، وبعدين تعمل ايه؟ الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاع الترم الاول هو a k a في e to the power of minus t على تاو، k a تاو، k a تاو، تاو منهم خدتها بره، ف e to the power of minus t على تاو. وبعدين الثانيه دي k a تاو على s، k a تاو في واحد، والثالثه k a على s سكوير، ده k a t. استفدت ايه لغايه دلوقتي؟ اتفضل. دي 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 ده دي الفيرست اوردر لاج ايكويشن. ده انا قلت لك انا عندي سيستم فيرست اوردر لاج. السيستم ده ممكن يكون بروسيس، ممكن يكون فالف، ممكن يكون عربيه، ممكن يكون اي حاجه. بس دلوقتي انا هتكلم جنرال، هقول لك هو فيرست اوردر لاج كي على تاو اس بلس 1. خدناه في محاضره البروسيس كاركترستكس، وقعدنا نتكلم على الاكسبوننشال والتاو والتايم كونستانت. لا لا لو سمحت، لو سمحت ارجوك، كي على تاو اس بلس 1 هو فيرست اوردر لاج. فانت رحت مكمل قلت لي ايه ده الريسبونس بتاع السيستم؟ زيرو زيرو، خلاص انت كده زيرو. ده مش الريسبونس بتاع السيستم، ده السيستم نفسه. الريسبونس بتاع السيستم معتمد على الانبوت اللي هتحطه عليه وعلى السيستم. فدي معادله السيستم كي على تاو اس بلس 1. ايوه دخلت ستيب، انا دخلت انبوت معين وطلعت اكشوالي عشان استنتجه، علشان استنتجه نفسها جبت الديفرنشال ايكويشن اللي بترول السيستم ده، ما حطيتش انبوت معين. لو عايزني افتح لك المحاضره ممكن افتحها لك دلوقتي يعني وقتها، بس السلك مش هيوصل قوي يعني. لو رجعت للسلايد بتاع محاضرات البروس كاركترستيك، انا فرضت ان في فلو ان وفلو اوت من غير ما اقول لك فلو ان وفلو اوت دي ايه، وجبت علاقه تربط ما بين الليفل تمام وفلو ان من غير ما اقول هما ايه، وبعدين رحت معوض عن فلو ان بقى بستيب وشفت الريسبونس. لكن دي بتريليت الانبوت، هو يو اوف اس ده. انت شايف يو اوف اس هنا في مثلا حاجه هنا بتقول ان ده لازم يكون ستيب؟ ده اي يو اوف اس وده اي واي اوف اس، بس الريليشن بينهم فيرست اوردر لاج. يعني السلايد اللي بعد كده هقول لك بقى ايه، انا ليا مزاج ادخل ساين ويف، انا ليا مزاج ادخل ساين ويف، انا حر، انا عايز اشوف هيطلع ايه. ماشي. فدلوقتي ده اللي خرج من ده الريسبونس بتاع الفيرست اوردر لاج لانبوت عباره عن رام بالمنظر ده، انبوت بيزيد مع التايم. ده في جزء بيزيد مع التايم اللي هو كي اي تي زي ده كده، وفي جزء اكسبوننشال بيموت مع الوقت لما تي تنز تو انفينيتي، اللي هي يعني ايه تي تنز تو انفينيتي براكتيكالي؟ يعني تي تي ب 4 تاو مثلا از فار فار ذان انف. تي ب 4 تاو، تي ب 4 تاو دي ما بتوصل لي ان ده اي تو ذا باور اوف ماينس 4، ده رقم صغير قوي. يطلع ده عباره عن كي اي تي ماينس كي اي تاو، يطلع انه قريب قوي من الاكسبريشن ده. كويس قوي. طيب الصوره دي مبينه لي حاجتين، مبينه لي الانبوت ده، الانبوت الخط ده الرامب دي، هي دي الرامب دي هي الخط ده انبوت. فين الاوتبوت بقى بتاع البروسيس او بتاع السيستم؟ فين المعادله دي؟ اهي. كويس. لما التي كبرت، لما التي كبرت، لما التي كبرت ايه اللي حصل؟ بقيت قريب من الخط اللي هو كي اي تي ناقص تاو، قريب من الخط ده. بمعنى تاني ان بعد شويه وقت الديناميك افكت او الداينامكس بتموت، ويبقى مجرد ان انا عندي الاوتبوت على سيستم رام زي الانبوت، شبه زي الانبوت بس شفتت شويه، شفتت تاو. تمام. الماث البسيط ده قال لي ان انت لو دخلت رام على السيستم بتاعك، على اي دايناميك سيستم، لو دخلت رام على الدايناميك سيستم بعد شويه هتلاقي اللي خارج من السيستم بتاعك ده رام برضه، بس في شويه في الاول داينامكس كده هتلاقي السيستم بتاعك بيزيد، يعني بيزيد بالمنظر ده. كويس.
انا ما قلتش ان دي بروسيس. انا في سلايد كده قلت لك وات از اي سيستم، وبعدين انت لخبطت كمان بحاجه ثانيه قلت لي سيستم ريسبونس. يا جماعه سيستم ريسبونس از ا سيجنال اجينست تايم. العربيه از ا سيستم ا بروسيس، صح؟ الريسبونس بتاع العربيه ده عباره عن ويف فورم ترسمها مع التايم. هي الويف فورم سرعه العربيه اجينست تايم دي هي العربيه ولا حاجه ثانيه؟ اكيد حاجه ثانيه. دي حاجه مع لو العربيه واقفه تحت مطفيه، تمام؟ في لسه بروسيس، في لسه بروسيس، لكن السرعه او البي في بتاعي البروسيس فاريبل صفر مع التايم. فلو قلت لك ارسم لي سيست الريسبونس، ريسبونس ده از ا سيجنال. انا مش قادر اتخيل ان انا بقول لك يعني ايه سيجنال وسيستم، وانت خدت كورس السنه اللي فاتت اسمه سيجنالز اند سيستمز وخدت لابلاس ترانسفورم. فاحنا لما برسم ده اجينست تايم ده عباره عن سيجنال، ده ريسبونس، بس انا رسمه مع الانبوت عشان اقارن بينه وبين الانبوت، تمام؟ لو ده كان ستاتيك، لو حبيت بقى يعني ايه اشوف اللي قدامي ده الطالب اللي قدامي ده مصحصح ولا في وادي تاني، فقلت له لو كان ده ستاتيك مش دايناميك كان هيطلع عامل ازاي؟ لو دخلت الرام دي على ستاتيك سيستم هيطلع عامله ازاي؟ هيطلع هي ممكن الاسلوب يختلف. الاستاتيك ده معناه مالتي بلاير، اضرب في كي، اضرب في جي، اي حاجه، اضرب في رقم، صح؟ فهتطلع نفس الرام، نفس الرام بس الاسلوب بتاعها مختلف. الديناميك سيستم ده، الديناميك سيستم ده اداني بعد شويه ترانزيانت كده، لما اداني ايه؟ اداني رامب، اداني رامب زيها بس شفتت في التايم. كويس. هل الرامب دي حاجه بنستخدمها في الحقيقه؟ في احيان كتيره، اوقات كتيره جدا بدخل رامب بانجكت على البروسيس بتاعتي او على اللوب كلها رامب، فببقى انترستد اشوف الاوتبوت هيطلع عامل ازاي. فده براكتيكالي هيطلع عندي لو السيستم، والسيستم ده زي ما قلنا ممكن يكون بروسيس، ممكن يكون في باك لوب كامله، ممكن تكون في ايه ده، ممكن في باك لوب كامله تطلع فيرست اوردر لاج، ممكن في باك لوب ممكن تطلع فيرست اوردر لاج. يس نو، يس اور نو؟ لو الكنترول بتاعك ما بيزودكش بولز والبروسيس عباره عن فيرست اوردر لاج، والفالف والترانسميتر انا معتبرهم ستاتيك. كان في سلايد كامله في المحاضره اللي فاتت على كده، كان في سلايد كامله بتقول لك هات الفيدباك لوب لو الكنترولر از جين كي والبروسيس از فيرست اوردر لاج والفالف والترانسميتر مالهم ستاتيك فيري فاست، فانا اعتبرهم ستاتيك، ماشي؟ ف السنه اللي فاتت جبت نفس السؤال ده في الامتحان، بس يعني انا معتبر ان انا مش بتعامل مع، يعني انا لو جبت ابني الصغير اللي عنده 12 سنه وقلت له احفظ الصفحه دي هيحفظها، مش هيبقى فاهم ايه اس وايه الفا وايه ايه، بس هيحفظها. فلو دخل الامتحان وحطيت له الصوره دي وقلت له حل هيرص لي دي، هو ما اتعلمش اي حاجه خالص، هو ما يعرفش اي حاجه، لكن هو ممكن يحفظ الصفحه دي. فالسنه اللي فاتت جبت لهم في الامتحان قلت لهم انا عايز عندي فيرست اوردر لاج والانبوت بتاعي عباره عن رامب، بس الرامب رسمت له الرامب باديه من تايم ثيتا، من هنا، من هنا تايم قدام شويه تايم ثيتا، بس ما عملتش غير كده. وقد كانت مذبحه، كانت مذبحه فعلا، يعني اللي هو كان انا يعني اصلا احنا بنتكلم على الخطوه دي هنا محدش عارف تقريبا يجيبها، واللي عرف يجيبها هنا يجيب لابلاس ترانسفورم بتاع السيجنال اللي انا رسمتها دي ما عرفش يكمل، مع ان احنا خدنا صفحه سلايد كامله على الديلي وكوكيز ماشيه على البورد. ما انا جاي اهزر واضحك بقى ونحط كوكيز تمشي على البورد بقى من هنا لهنا، لما اشفت سيجنال في التايم، لما اشفت سيجنال زي دي في التايم كده، لما يحصل لها ديلي في التايم ثيتا يطلع على لابلاس ترانسفورم بتاعها عامل ازاي؟ هو مضروب في ايه؟ اي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اس. طب لو ما سميتهاش ثيتا حد هيبقى عنده حساسيه؟ هيقول لي لا والله انا واخدها ثيتا يبقى لازم ثيتا، في حاجه اسمها كده؟
فكانت لابلاس ترانسفورم هيطلع ايه على اس سكوير ملتبلايد في اي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اس. نفس السيجنال دي هتتشفت يمين، لما تتشفت يمين لما النقطه دي تيجي يمين، طب اللي قبل كده هيبقى نيجاتيف، السلوب ده الخط ده هيكون هنا نيجاتيف ولا هيكون صفر؟ صفر. حد شايف في السيجنال دي نيجاتيف؟ هي كانت صفر وبعدين بدات ترام، لما تتشفت يمين كده لما اخبطها كده وازقها كده شويه هتتاخر يمين زي ما هي بالظبط، فهتقوم تبدا من هنا كده، تبدا من هنا وقبل كده تبقى صفر. يبقى لو حبيت اكتبها اكسبريشن في التايم هيبقى زيرو لو تي اقل من ثيتا، وهتبقى اي تي لو تي اكبر من ثيتا، والاكسبريشن بتاعها في اللابلاس هيبقى اي تو على اس سكوير اي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اس. طب بعد كده الاي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اس هتكون معايا هنا ملتبلاي في الثلاث ترمات، هتكون ملتبلاي هنا في الثلاث ترمات، طبعا هتضايقني في الايه؟ في الانفرس. ليه هتضايقني؟ ولا هتضايقني ولا خالص، هشتغل عادي خالص وبعد كده اشيل كل تي واحط تي ماينس ثيتا، اشيل كل تي واحط تي ماينس ثيتا، واحط في الاخر قوسين كبار واقول في الاخر اس او يو اللي هي الستيب يعني اوف تي ماينس ثيتا، معناها ان مفيش حاجه قبل تايم ثيتا. هو ينفع احط انبوت، ينفع احط انبوت التايم ثيتا وقبل كده صفر، وحضرتك لما تحل تقول لي قبل ثيتا بشويه العربيه اتحركت، يعني انت الساعه 11 بتدوس بنزين، الساعه 10 ونص العربيه اتحركت، ده كلام ممكن ينفع؟ ما ينفعش. فلما اكون بحط انبوت الساعه ثيتا هنا عن ثيتا ما ينفعش تحل وتقول لي الاوتبوت بتاعك طالع قبل ثيتا، اذا كنت الانبوت انا بابلاي من هنا عند النقطه دي. الديلي لما بيأثر، لما بشفت انبوت لاي سيجنال الاوتبوت بيتشفت زيه، فلا يطلع هو هو نفس الحل بالظبط بس شفتت ثيتا بس، الرام بنفسها اتشفتت بدل ما كانت هنا باديه من هنا، فالاوتبوت اتشف بقى بادي من هنا ولا اي حاجه. السؤال كان انا يعني وقتها شفت الناس يعني كانوا بيسيبوا السؤال فاضي وناس تمشي، يعني هو نفس الخطوات، امال لما كنتش الخطوات شفتها كل الفرق اللي عملته ايه؟ ان انا قلت لك بس بدل ما سميت دي هنا تايم سميت التايم ده زيرو، بدل ما سميته زيرو قلت لك ممكن هستأذنك هسميه ثيتا بس مش اي فرق خالص، يعني شفتها شويه. ماثيماتكس هي بالظبط، الفرق ان انا احط هنا اي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اس. ده اول اكزامبل، هناخد اربعه بروبلمز، اول ثلاثه فيهم ستريت فورورد والرابع هو اللي هياخد فيه شويه وقت. لو جيت على الفيرست اوردر لاج دخلت له ساين ويف، على الفيرست اوردر لاج، الساين ويف بتاعتي اللابلاس ترانسفورم بتاعها ايه؟ حد فاكر؟ ايه اوميجا على اس سكوير بلس اوميجا سكوير، الاوميجا اللي هنا تطلع بره، كويس؟ هضرب دوت في الفيرست اوردر لاج اهو، بعدين اعمل له بارشال فراكشنز اهو، بعدين اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم اهو. الترم ده طلع اكسبوننشال بتموت مع الوقت، والترمين دول كوزاين بلس ساين، كوزاين بلس ساين دول سخيفه شويه عشان يعني عشان اتخيلهم هم كام، افتكر موضوع الايه التراي جيومتريك سيريز دي، ان لو عندي كوزاين انجل في كوزاين كوزاين بلس ساين ساين ممكن اطلعها حاجه بالمنظر ده كده. فاكرين القصه دي ساين اوميجا تي بلس ثيتا بتساوي ساين اوميجا تي بلس الساين بتاع الانجل في كوزاين بلس كوزاين في كوزاين او ماينس كوزاين في كوزاين، المهم يعني ده مش هيفرق معايا في حاجه، هي في الاخر هي دي. لو حد مش عارف ازاي جبنا ده يرجع للحاجات اللي خدناها في اعدادي هندسه او ثانويه عامه حتى. يعني عند تي بصفر الاكسبريشن ده ليه قيمه، وبعد شويه يبتدي برضو يموت، فاللي طالع ده ما هواش ساين ويف، هي ساين ويف بنفس الفريكوانسي وفي فيز شيفت بس مجموع عليها حاجه بتموت مع الوقت، هتبان في الاول باينه في الاول بالذات، يعني اقرب منه كويس. لو جيت رسمت ده، لو جيت رسمت السيجنال دي مع الانبوت اللي هي بيور ساين ويف اهو، مين في دول الانبوت للفيرست اوردر لاج اللي هو كي على تاو اس بلس 1، مين في دول الانبوت ومين الاوتبوت؟ الانبوت بيور ساين ويف، الاوتبوت ساين ويف في فيز شيفت
وكمان في ترم في الاول اكسبوننشال كده بيموت مع الوقت، هيغير شكلها شويه. انتوا درستوا الساين ويف، خدتوا ساين ويف في اي حاجه صح؟ مين من دول شكله بيور ساين ويف؟ الازرق. الازرق ساين ويف زي الكتاب ما بيقول، بص على النص الاولاني والنص الثاني، بص على الاخضر ده، بص الاخضر وهو بادي في الجزء اللي في الاول ده زي هنا، لا خالص، الجزء اللي في الاول ده فيه جزء كده كيرفت كده تمام. طب ده فرق ايه؟ ولا حاجه، ترانزينت. ترانزينت الكنترول الترانزينت فيه مهم، الكوميونيكيشن الساينز بتاع الساينز اللي اسمه كوميونيكيشنز، الترانزينت فيه مش مهم. ليه؟ لان انا مش فارق معايا الكام ثانيه اللي في الاول لغايه ما الريسيفر بتاعي والترانسميتر يشتغل، مش مهم خالص. مش لكن في الكنترول الترانزينت بتاعي مهم. ليه الترانزينت مهم؟ لان ممكن في الترانزينت ده انا اخبط حد، لو شغال كروز كنترول والعربيه عماله تسرع 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 تسرع، ما ينفعش اقول لك طنش بعد شويه هوصل السرعه هتتظبط، لا. الترانزينت ده البرفورمانس بتاع الكنترولر بتاعي او بتاع اللوب كلها في الترانزينت مهم. لو انا شغال بكروز كنترول والعربيه نازله على منزل وكنت ظابط على سرعه 100، فضلت السرعه تزيد 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 تزيد، ما ينفعش ابقى قاعد جنبك واقول لك ايه، ما تقلقش ما تقلقش، السرعه وصلت 150 ما تقلقش، الكنترولر بعد شويه هيفوق هيرجعها تاني 100، ما ينفعش. الترانزينت مهم في الكنترول، وبالتالي انا ما ينفعش انجليك دوت. لكن يعني في السلايد دي كل اللي استفدت منه ان في اكسبوننشال في الاول، عرفت اجيبه ماثيماتكس عرفت ارسمه الحاجه الثانيه اللي استفدتها ان بعد ما الترانزينت بيموت بيطلع ساين ويف شيفتد والامبليتيود ديفرنس وشيفتد. ده معلومه مهمه جدا، اي دايناميك سيستم هنستغل المعلومه دي في الكوميونيكيشنز وفي الكنترول بعد كده في الترم الثاني، اي دايناميك سيستم مش بس فيرست اوردر لاج، تدخل له ساين ويف بعد ما الترانزينت يموت بيطلع ساين ويف ثانيه بفيس شيفت وبامبليتيود ديفرنس، لكن بتبقى ساين ويف ما بتطلعش حاجه ديستورتد مثلا، مش ساين ويف سكوير ويف، لا. لو هو لينير سيستم، لينير دايناميك سيستم، تدخل له ساين ويف بيطلع على طول ساين ويف مع شويه اكسبوننشالز بتموت في الاول، دايناميكس بتموت في الاول وخلاص وساين ويف. خد بالك انا هنا بانجكت ساين ويف على السيستم. هل ده حاجه في الكنترول بنعملها؟ لا، مش كومن في الكنترول ان انا ادخل ساين ويف على سيستم. ليه؟ لان انا في الكنترول هدفي ايه؟ هدفي دايما ان انا اوصل لستيدي ستيت بس از كويكلي از بوسيبل، باوفر شوت قليله، من غير اوسيليشنز كتير. فده مش حاجة كومن ان انا هدخل ساين ويف، لكن الاكزامبل ده كان مهم ان يقول لك ان انت لو انت عملت كده، لو دخلت ساين ويف على اي لينير دايناميك سيستم بعد شوية ترانزينت بعد اكسبوننشال هيبقى ساين ويف في فيس شيفت وفي ايه؟ امبليتيود ديفرنس. تمام؟ كويس قوي. طيب الاكزامبل الثالث، الاكزامبل الثالث هاخد انتجريتور بقى، هاخد انتجريتنج بروسيس. فاكرين الانتجريتنج بروسيس لما عملنا لها موديل كانت الموديل بتاعها ايه؟ ايه الترانسفير فانكشن اللي بتوصف الانتجريتنج بروسيس؟ واحد على اس او ان جنرال كي على اس، لو فيها ممكن يكون في ملتبلاير كي على اس. كويس قوي. طيب انا عارف ان لو جبت بانيو اللي هو بيعبر عن انتجريتنج بروسيس، لو جبت بانيو وقفلت السداده انا عارف ان ده كده انتجريتنج بروسيس، فلو فتحت الانبوت شويه الحنفيه عارف ان الليفل جوه هيقعد يزيد 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 لغايه ما اقفل الحنفيه. لما اقفل الحنفيه الليفل هيحصل له ايه؟ هيثبت. فانا عارف ان ده هيطلع لي، عارف ان ده، عارف ان انا لما اعمل الانبوت ده، عارف ان انا لما اعمل الانبوت ده على البروسيس اللي هي انتجريتنج بروسيس او انتجريتنج سيستم ان جنرال، عارف ان هيطلع الاوتبوت بتاع البروسيس او البروسيس فاريبل ويطلع حاجه بالمنظر ده كده، هيقعد يزيد لينير مع التايم ويثبت بعد كده. ماشي كويس قوي، ده كلام كده كوالتيتيف، كلام بقيقي. احنا عايزين نوصل لايه؟ عايزينه بالماثيماتكس. What differentiates المهندس عن التكنيشن is your ability ان انت to conceptualize a problem, a physical problem or any problem in mathematical terms. بس كده. فاحنا عايزين نشوف الماثيماتكس تقول لي ان انا هوصل لده.
تقول لي اللي انا عارفه اللي انا هوصل له، هفتح الحنفيه الليفل يقعد يزيد 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 يزيد، اقفل الحنفيه الليفل يثبت. انا عايز اثبت الكلام ده ماثيماتكس. طيب انا مش هدخل على الانتجريتنج ستيب ثابته، هدخل لها ايه؟ هدخل لها بلس كده. كلمه بلس اول ما بنسمعها بنفتكر ايه؟ 5 ثواني مثلا، ثانيتين. في الكنترول لا، في الكنترول بنتكلم مينتس. فبلس دي ممكن تكون 10 دقائق، ممكن تكون 5 دقائق، ممكن تكون 20 دقيقه، بتكلم رينج اوف مينتس يعني. طيب لما بدخل، لو هعمل المنظر ده محتاج اوصف الفانكشن دي في التايم. هل الفانكشن دي هي يونت ستيب؟ ازاي اوصف الفانكشن دي في التايم عشان اجيب لها لابلاس ترانسفورم بعد كده؟ هل الفانكشن دي هي يونت ستيب؟ لا طبعا، هي كانت يونت ستيب هنا وهي يونت ستيب هنا. هنا اتطرح منها حاجه خليتها بقت صفر، اتطرح منها ايه؟ يونت ستيب ثانيه، بس في بتساويها في القيمه، او جمعت واحده زيها في القيمه بس نيجاتيف. تمام؟ فنقدر نمثلها بالمنظر ده كده، ان انا كان عندي يونت ستيب وعندي يونت ستيب ثانيه زيها في القيمه بس نيجاتيف، جمعتهم على بعض ابتداء من تايم تي دبليو. الريبرزنتيشن بتاعهم عباره عن كده، ان الاتش ده مجرد مالتي بلاير، بيقول لي قيمه البلس اللي انت عايز، البلس دي قد ايه؟ يعني قيمه البلس دي قد ايه اتش؟ انا حر، عشان ما تبقاش بس واحد يعني، ما تبقاش ريستريكتد ليونت يعني. وبعدين واحد دي اللي هي اليونت ستيب دي اللي هي اس اوف تي ماينس اس اوف تي ناقص تي دبليو. تي دبليو ده العرض بتاع البلس دي. ايه اس اوف تي ناقص تي دبليو دي؟ اليونت ستيب شيفتد في التايم لتي دبليو. ايه ده؟ ده ريبرزنتيشن للراجل ده في التايم. حط هنا تي قبل تي دبليو يديك كام؟ اس اوف تي ناقص تي دبليو بصفر يديك اتش اللي هو الفاليو دي. حط تي بعد تي دبليو، الترم ده يديك كام؟ واحد. واحد ناقص واحد صفر، اهو فعلا مظبوط صح. كويس قوي. هدخل اليونت ستيب دي على اجيب لها لابلاس ترانسفورم الاول، مش البلس دي، هدخل البلس دي على انتجريتور. لما ادخلها على انتجريتنج سيستم الاول اجيب لها لابلاس ترانسفورم. ايه لابلاس ترانسفورم بتاع الراجل ده؟ الواحد لابلاس ترانسفورم بتاعه كام؟ واحد على اس، اس اوف تي ناقص تي دبليو اللي هي واحد شيفتد في التايم تي دبليو، يطلع كام؟ لابلاس ترانسفورم بتاعه كام؟ واحد على اس ملتبلايد في اي تو ذا باور اوف ماينس ثيتا اللي هي الديلي. الديلي هنا سميته تي دبليو، اهو تي دبليو اس. هاخد ده وملتبلاي في الايه؟ الانتجريتنج بروسيس كي على اس. تمام؟ بعدين بعد كده ده في ده يديني المنظر ده، اقسم ترمين واحد على اس سكوير اهو، واي تو ذا باور اوف ماينس سي دبليو اس على اس سكوير. لما يجيب الانفرس لابلاس ترانسفورم الواحد على اس سكوير يديني ايه؟ تي صح؟ واحد على اس سكوير الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاعها تي، واحد على اس سكوير وملتبلايد في الترم ده اللي هو بيعبر عن ديلي يديني ايه؟ تي ناقص الديلي. بس كده؟ لا، لما اكتب تي ناقص الديلي لازم اخد بالي ان انا وانا بشفتها املتبلاي في السيجنال دي اللي بتقول ان قبل كده هي بصفر، وانا بشفت في التايم انا بزق كده، بزق حاجه، فمفيش حاجه ظهرت. لما زقتها كده ما ظهرش اكستنشن ليها. بمعنى تاني السيج زي ما كنت بقول الراجل ده كده، هنا لما زقيته في التايم ثيتا الرامب اللي هنا دي باديه من هنا وبتزيد بالراحه. طب قبل ثيتا عشان تبقى كوبي من دي ومتشفته، قبل ثيتا تبقى نيجاتيف ولا تبقى صفر؟ هتبقى صفر بالظبط. يبقى الاكسبريشن بتاعها كان هيبقى ايه؟ الرامب دي تمام، اشيل كل تي واحط تي ناقص ثيتا وملتبلاي في يو اوف تي ناقص ثيتا عشان اقول انها قبل ثيتا بصفر. لو ما ضربتش في يو اوف تي ناقص ثيتا معناها ايه؟ ان قبل ثيتا ليها قيمه بس قيمه نيجاتيف، بس ليها قيمه. تمام؟ فانا دلوقتي هاخد الانفرس لابلاس ترانسفورم للترم ده، الترم ده يطلع الانفرس لابلاس ترانسفورم بتاعه كام؟ تي او كي اتش تي. الترم ده يطلع كي اتش واشيل كل تي احط تي ماينس تي دبليو، وبعدين عشان الترم اللي فوق ده لازم املتبلاي في اس اوف تي ناقص تي دبليو. ايه اس دي؟ اللي هي يونت ستيب، سميها يو اوف تي سميها اس اوف تي ما تفرقش، المهم اللي هي يونت ستيب.
ده يعني شكله مش عاجبني شويه فهنحاول نبسطه. قبل تايم تي دبليو الترم ده موجود صفر، يبقى هي رام كي اتش تي. طب بعد تي دبليو صفر واحد، ما اعرفش، مش تخمين، مفيش تخمين في الموضوع. صفر واحد خمسة اتنين، الكلام ده انا ما بحبوش. كويس، حط تي بعد تي دبليو يديك هنا كام؟ اي قيمة. دي خلاص بقت واحد، الترم اس ده بقى واحد، لكن هنا كي اتش تي ماينس كي اتش تي راحوا مع بعض، يبقى ماينس وماينس، يبقى كي اتش تي دبليو يديك ان قيمة ثابتة بعد تي اكبر من تي دبليو. لو حبيت ترسم الفانكشن دي مع التايم يديك ايه؟ يديك المنظر ده. احنا عارفين من قبل ما نبدا، احنا عارفين من قبل ما نبدا ان البانيو بيقعد يزيد 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 يزيد، وبعدين لما وقف الحنفيه البانيو بيثبت. كنا عارفين صح. استفدنا هنا ايه؟ ان الماثيماتكس ادتنا التولز اللي انا اقدر ابروف اللي بشوفه وانالايز اللي بشوفه. لو جيت في الامتحان وقلت لك بدل ما انا هديك ستيب كده هديك رامب لمده تي دبليو وبعد كده تثبت، انا مضايقكم مش كده؟ فبتحرك. هي مش هتضايقني. طيب ماشي. لو انا جبت لكم في الامتحان، لو جبت لكم في الامتحان رام لفتره معينه وبعد كده سبتت، تعرف تطلع الاكسبريشن في التايم وتكمل ولا لازم ده بالظبط؟ دي مساله ممكن تيجي في الامتحان مش موجوده في الشيت. لا يبقى خلاص مش علينا. صح، دايما انا دايما عندي يعني بتضايق جدا من موضوع الشيت ده، بحس ان الكليه عندنا بتطلع ناس عبدت الشيت. السؤال لو في الشيت خلاص كده كويس قوي. لكن السؤال، انا كنت زمان لما كنت طالب انا مش بكلم بجد مش بهزر، لما كنت طالب كان لما الدكتور يجي في المحاضره ويقول لنا دي مساله مضمونه في الامتحان وهو بيتكلم، كنت فاكر كويس قوي اللي كان بيبقى نايم في المحاضره وقتها يرفع راسه، واللي كان بطل يكتب. فجيت بقى لما بشرح للطلبه مثلا حاجه هتيجي في الامتحان لازم الكور بتاع الكورس مثلا، فبقول لهم دي مساله مضمونه من الامتحان، اقول لهم كده، اقول لهم اكيد هسالكم في حاجه زي كده، دي مساله مضمونه في الامتحان، واجيبها لهم فين في الامتحان؟ الاقي ما حدش عارف يحلها. نفس اللي قلته في المحاضره، الفرق المشكله انها مش موجوده في الشيت، عشان ما فيش زيها في الشيت فالناس متضايقه. يعني طب انا اعمل ايه؟ انت لازم مش بس تقعد تحل الشيت، انت لازم تكون اصلا المفروض تكون بتتعلم لوحدك، المفروض يو دونت نيد ان حد يقعد يشرح لك ويحط لك المعلقه في بقك كده ويقول لك اعمل كده ليه؟ علشان لما هتتخرج وتشتغل كمهندس هو ده اللي الناس اكسبكتنج منك. ان هديك ماده، تفتكر لما تتخرج اي حاجه العلم هيفضل زي بعد 10 سنين؟ لا طبعا، هديك مانيوال في يوم من الايام واقول لك لو سمحت اتعلم دوت وشغله. ده اللي هيحصل، تمام؟ ده اللي كلنا بنعاني منه في الهندسه ان جنرال. يعني كلنا بنلاقي بعد شويه عندك السوفت وير دوت، عندك السوفت وير دوت تعلمه وهنشتغل بيه. anyway، فممكن اجيب لك في الامتحان رام لفتره معينه دي دبليو بتثبت، وممكن اجيب لك رام وبعدين بتنزل لصفر. ممكن it is your duty ان انت تجرب دلوقتي تجيب التايم فانكشن بتاعهم وبعدين تجيب الاس دومين بتاعهم وبعدين تكمل الحل وتشوف هيفرق ايه وتشوف الحل هيطلع ايه. لازم الانتجريتور؟ لا، ممكن مش احنا خدنا ده اللاج ده اهو المنظر ده كده. لو جبت لك رامب لفتره معينه وبعدين بتثبت ودخلتها لك على فيرست اوردر لاج، انا عارف انها هتبقى ديزاستر في الامتحان، انا عارف ان ناس كتير هيلاقوها صعبه. انا بقول لكم اهو ما تجربها حلها. انا ما اعرفش هجيب ليه لسه ما حطيتش الامتحان لسه يعني، لكن ديفينتلي يعني مش هجيب صوره كامله من السلايدز دي، هختار سيستم واختار انبوت واقول لك لو سمحت دو ذا ماث. اتس نوت
a problem to measure ان انت فهمت ولا ما فهمتش. It's a problem to measure ان انت you can do some math زي اللي كان على البورد بس كده. كويس، ده كده الانتجريشن بتاعي. الانتجريشن بتاعي لو دخلت له ستيب صغيره لفتره معينه او ستيب يعني لفتره وقفلتها او نهيتها، بلاقي الاوتبوت بتاعي بيرامب وبعدين بيثبت. كويس قوي. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هناخد فيها بقيه المحاضره، سكند اوردر سيستم. سكند اوردر سيستم معناه في كام بول؟ معناه في تو بولز. الترانسفير فانكشن بتاعته جنرالي جنرالي هوصفها بايه؟ اس سكوير بلس اي اس بلس بي. طيب انا اخترت ان انا عايز اشوف لو حطيت عليه انبوت ستيب واحد على اس هيطلع ايه. قبل ما اكمل اخترت ان انا احط النيوميريتور بتاعي بي، اخترت ان انا احطه بي، ما اخترتوش كي كده وخلاص، اخترته بي. ليه اخترته بي بالذات؟ يفرق ايه؟ ليه بي بالذات؟ هيفرق حاجه معايا. هي ايه؟ في حاجة درسناها اسمها بروسيس جين أو ستاتيك جين أو ستيدي ستيت جين، بتربط ما بين الانبوت والاوتبوت ات ستيدي ستيت، صح؟ درسناها. أعرفها ازاي من أي ترانسفير فانكشن؟ أحط اس بصفر. لو حطيت اس بصفر هنا يديك الستاتيك جين بتاعي بواحد، تمام؟ فأنا لو ده ستيبل، أنا ما أعرفش ستيبل ولا لسه، أنا ما أعرفش بحسب الـ A والـ B ممكن البولز يكونوا في الرايت هاف بلين او في الليفت هاف بلين. لو هو ستيبل والترانزيانت هيموت، انا كده هدخل ستيب عارف ان ايفينشولي بعد الترانزيانت ما يموت الاوتبوت هيوصل لواحد لو ستيبل. كويس قوي. تعال نشوف بقى الكيسز المختلفه. السكند اوردر سيستم موال طويل عريض مش هنخلصه النهارده. النهارده هناخد جزء منه بس، والترم الثاني هتاخده بقى كلام كتير عنه. النهارده بس انتروداكشن ليه. السكند اوردر سيستم ده الريسبونس بتاعه متوقف على قيم A وB، بيديني فرايتي اوف ريسبونسز، فاريشن جامد قوي. لو انا جيت حطيت A بصفر، حطيت A بصفر يبقى S سكوير بلس B تحت. البولز بتاعت S سكوير بلس B دي موجوده فين؟ على جي اوميجا اكسس، صح؟ على جي اوميجا اكسس، مفيش ريال بارت، تمام؟ على جي اوميجا اكسس ده الباوندري بتاع ايه؟ بتاع الاستابيليتي. سيستم البولز بتاعته على الباوندري بتاع الاستابيليتي معناه ايه؟ معناه ان هو لو انت بس نفخته كده اي انبوت ادهوله حتى من غير انبوت انيشال كونديشن، اديله بس انيشال كونديشن هيحصل له ايه؟ هيقعد يوسليت لانه على الباوندري بتاع الاستابيليتي اهو. تعالى على السيستم حط هنا ايه بصفر مثلا 9 على 9 على اس سكوير بلس 9 ودخل اي انبوت، ودخل اي انبوت، دخل ما دخلش انبوت خالص، دخل انيشال كونديشن، هيطلع ساين ويف بالمنظر ده. ده السوليوشن بتاعي. اي تراست ان انتوا تعرفوا تحلوه. لو جيت قلت لك 1 على اس داخله على 9 اس سكوير بلس، مش تكتب لي دي وتقول لي انا عارفها من المحاضره، ها ها ها. لا طبعا مش المفروض بقى، عيب يعني. في ناس عملوا كده، في ناس بيعملوا كده فعلا. لو لقى حاجه كده في المحاضره بيقول لي على فكره انا عارفها من المحاضره ويحطها لي، اللي هو كده انا استفدت ايه؟ طب ما انا كمان عارفها من المحاضره. ما احنا عارفين، انا عارفها وانت عارفها خلاص. انا عايز اشوف انت تعرف تجيب الاكسبريشن ده ولا لا. اللي طالع ساين ويف او 1 ناقص كوزاين 3 تي، وتاخد بالك 3 دي اللي هي هنا ايه؟ 9. هي السكوير روت بتاع التسعة دي اللي هي مكان البولز، يعني مكان البولز في على الجي اوميجا اكسس حدد لي الفريكوانسي بتاع الكوزاين او الساين بتاعتي، ماشي. وطلعت حاجه بنسميها ان دامبد ريسبونس. ايه حكايه ان دامبد دي؟ ايه حكايه ان دامبد دي؟ كلمه دامبنج جايه من كلمه، جايه من التأييد. ريسترينينج اقرب كلمه ليها في الانجلش، ريسترينينج تأييد. فان دامبد انت ما عملتش ريسترينينج خالص. ما عملتش ريسترينينج لايه؟ للاوسيليشنز. فبتاوسيليت دلوقتي طالعه نازله، مش بتديكي مع الوقت، مش بتموت، تمام؟ فيسموها ان دامبد، ما فيش اي ريسترينينج، ما فيش اي تأييد. كويس قوي. هاجي اغير شويه بقى، احط قيمه ثانيه للاي دي. فالبولز اللي كانت على الجي اوميجا اكسس
تدخل شويه تبقى في الليفت هاف بلين تبقى جوه الاستابيليتي باوندري بتاعك. فيبقى حاجه بالمنظر ده كده 9 على اس سكوير بلس 2 اس بلس 9. انا بغير في الـ في الـ في الايه، هحل المعادلات البولز تطلع عند ماينس 1 ريال وعند جي في السكوير روت بتاع 8 وماينس جي في السكوير روت بتاع 8. تحل المعادلات دي يطلع 1 ناقص اي تو ذا باور اوف ماينس تي في كوزاين زائد حاجه في ساين. ممكن اجمع الكوزاين زائد حاجه في ساين بان انا اخليها كوزاين اوميجا تي اللي هي سكوير روت بتاع 8 تي ماينس سام في شيفت. شكرا. ماشي. تطلع حاجه بالمنظر ده. هي ساين ويف فيها اوسيليشنز، بس الساين ويف مضروبه في ترم اي تو ذا باور اوف ماينس تي. جه منين الترم ده؟ جه ان انا عندي البولز ليها جزء ريال، فالجزء الريال ده مش بالصدفه هنا ناقص واحد، فهنا طلعت هي عشان كده طلعت اي تو ذا باور اوف ماينس تي، وهنا مكان البولز في الريال السيجما بتاعتي ماينس واحد. يعني الجزء الريال بتاع البولز بيحدد لي ايه؟ بيحدد لي الديكي ريت بتاع الاكسبوننشال اللي مضروبه في الساين. تمام؟ ومكان البولز على الجي اوميجا اكسس يعني الواي اكسس بتاعتي بيحدد لي الاوميجا بتاعتي. كويس قوي. الريسبونس ده لما يبقى عندي كومبلكس بولز كده جوه الليفت هاف بلين بيسموه اندر دامبد. كلمه اندر لما تيجي على مع اي كلمه معناها ايه؟ كميه غير كافيه او كميه قليله. اندر ديفلوبد معناها ايه؟ في ديفلوبمنت بس مش كفايه. اندر دامبد معناها في شويه ريسترينينج بس مش كفايه. طب يعني ايه مش كفايه؟ يعني ما خفتش الاوسيليشنز خالص. لو هي كفايه كانت خفت الاوسيليشنز خالص. هي في شويه فراحت عملت ايه؟ خلت الاوسيليشنز دي تموت مع الوقت. ايه اللي خلى الاوسيليشنز تموت مع الوقت؟ ان مضروبه بره في اي تو ذا باور اوف ماينس تي. فبعد فتره دي الترم اي تو ذا باور اوف ماينس تي دي بتبقى صفر خلاص بعد 4 تاو مثلا. التاو هنا اللي هي الايه؟ اللي هي المقلوب المكان البول بتاعي. كويس. ايه تاني عايزين نقوله على الكيس ديت؟ الراجل ده هيوصل لكام في الستيدي ستيت؟ الويف فورم دي الريسبونس ده هيوصل لواحد. انا عارف هو من هنا حط اس بصفر الستاتيك جيم بتاعي واحد فهيوصل الستيدي ستيت عند واحد. ايه ده؟ يعني السكند اوردر سيستم ممكن يديني ده وممكن يديني ده؟ اه. حسب ايه؟ حسب A وB غير الفيرست اوردر لاج. الفيرست اوردر لاج دايما بيديك ايه؟ لما تحط عليه ستيب بيديك الاكسبوننشال كيرف الشهير بتاعه. هنا بقى بيديني عدد من الاختيارات حسب البارامترز A وB دول. طب تعال نغير الA كمان بحيث التو بولز دول ما يبقوش كومبلكس، يقربوا شويه من بعض فينطبقوا على بعض على السيجما اكسس. فيبقى 9 على اس سكوير بلس 6 اس بلس 9 فمنطبقين على بعض عند 3 عند ماينس 3 هنا. ده بيسموه كريتيكالي دامبد. ليه؟ لان ده اول مره نعمل ريسترينينج او تأييد للسيستم كفايه بحيث ايه؟ الاوسيليشنز اختفت. اهي حطيت يونت ستيب طلع بالمنظر ده كده. لو حطيت واحد على اس في ده وعملت بارشال فراكشنز وبعدين انفرس لابلاس ترانسفورم يطلع ده. هل ده الاكسبوننشال كيرف اللي احنا عارفينه؟ هل ده الاكسبوننشال كيرف اللي احنا عارفينه؟ ايه رايكم؟ الاكسبوننشال كيرف اللي احنا عارفينه اسوشيتد بايه؟ اسوشيتد بفيرست اوردر لاج سيستم. فيرست اوردر لاج. هل ده فيرست اوردر؟ ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه المعادله دي فيها 1 ناقص اي تو ذا باور اوف ماينس 3 تي لغايه كده كويس. وفي ترم تاني، الترم التاني ده ما كانش موجود فين؟ في الفيرست اوردر لاج. ده جه منين الترم التاني ده؟ جه ان انا هنا عندي سكند اوردر دينوميتور بتاعي اللي هو اس زائد 3 كله سكوير. فلما بعمل لما بضرب واحد على اس فيه بيطلع لي ترمين واعمل انفرس لابلاس ترانسفورم يطلع ده. بنسميه كريتيكالي دامبد. كلمة كريتيكالي المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها ان دي أول لحظة أقدر أوصل فيها الدامبنج يوقف الأوسيليشنز. عملت ريسترينينج للسيستم وقفت الأوسيليشنز. كويس.
لو زودت الدم مين كمان بقى، لو أيدته كمان، لو أيدت السيستم كمان، يحصل ايه؟ يبطأ. بدل ما كان بيطلع كده يبقى يبطأ شوية، يبقى اسمه أوفر دامبنج. لو زودت الرقم ده بدل 6 بقى 9، يطلع البولز بتاعتي ما يبقاش عند نفس المكان، واحد يقرب واحد يبعد، يعني يبعدوا عن بعض وخلاص، فيطلع حاجة بالمنظر ده كده، بقت أبطأ من ده. آه بقت أبطأ من ده عشان عندي 2 بولز ومش نفس القيمة. مين في دول البطيء ومين في دول السريع؟ مين البول في دول اللي الريسبونس بتاعه بيموت بسرعة والريسبونس بتاع التاني بيبقى بطيء؟ البعيد عن الجي أوميجا أكسس ده السريع، e to the power of minus 7.8 أهو، e to the power of minus 1.1 أهو، e to the... لو حط تي بواحد تلاقي minus 7 ده مات خلاص، e to the power of minus 7 ده مش موجود عند تي بواحد، بينما ده لسه بقى. فبالتالي لما التو بولز ما بقوش في نفس المكان، بعدوا عن بعض شويه، ايه اللي حصل؟ الريسبونس بقى ابطا، الدامبنج بقى زياده، فبطأت السيستم بتاعك. كويس قوي. يا نهار اسود، السكند اوردر سيستم عنده اوبشن 1 2 3 4. اه وللاسف الاربعه اوبشنز دول معتمدين على قيم البارامترز A وB. يعني لو غيرت دي القيم ايه اللي انت حاططها هنا، ما ينفعش بس تقول لي طب بص خلاص خلاص، لو الاي ب 6 هو كريتيكالي دامج، اقول لك لا لازم تبص. لو الاي ب 6 دي كانت البي هنا ب 9، لو غيرت البي كل حاجه هتتغير. فمعتمدين على قيم اي وبي، ماشي حاجه سخيفه شويه ماشي. مش بس عندي اربعه اوبشنز، ده ممكن كمان يبقى انستابل، ممكن اودي البولز في الرايت هاف بلين فالدنيا تختلف خالص. ماشي. في عندي هنا سؤال، احنا خدنا محاضره ونص تقريبا على حاجه اسمها بروسيس كاركترستكس، وخدنا ان انواع البروسيس ثلاثه، سيلف ريجوليتنج بروسيس بتديني ريسبونس زي ده كده، وانتجريتنج، وران اواي بروسيس، وما كانش فيه موضوع الاوسيليشنز ده، ما كانش فيه ريسبونس بالمنظر ده كده ولا ده، لكن قلنا ممكن تبقى كابلد ممكن تبقى انكابلد، وقعدنا نتكلم عن كده. طب ليه هندرس ونوجع قلبنا ونقعد ندرس السكند اوردر سيستم؟ ليه هندرس السكند اوردر سيستم؟ ليه هنوجع قلبنا ونقعد ندرس المعادلات بتاعت السكند اوردر، وواحد على اس سكوير بلس اي اس بلس بي والسوليوشن، ونعمل انفرس لابلاس ترانسفورم لحاجه سكند اوردر كده؟ ليه؟ لو البروسيس حتى انا ممكن ابروكسيميت بفيرست اوردر لاج، حتى لو البروسيس انا ابروكسيميت بفيرست اوردر لاج، هفترض ان انا ابروكسيميت بفيرست اوردر لاج، وان الريسبونس بتاعها دايما حلو كده وجميل ودايما واحد من دول، لما بحط البروسيس في لوب واقفل اللوب، ايه اللي بيحصل؟ حسب اختياري للكنترولر الديناميك سيستم اللي اسمه كلوزد لوب سيستم ده كله بيبيهيف قريب قوي من السكند اوردر بيهيفير اللي انا عارفه. ممكن يطلع اوفر دامج، وممكن يطلع اندر دامج، وممكن زي ما انتوا عملتوا في اللاب حضرتك تبوظ البارامترز في الكنترولر فيديني ايه؟ سستيند اوسيليشنز اللي هي بيسمينها اندامبد كيس. متوقف ده على ايه؟ متوقف على البروسيس؟ لا، على الكنترولر. مين اللي بيختاره؟ انا. وبالتالي انا دلوقتي علشان قبل ما اتكلم على الديزاين بتاع الكنترولر في الكورس بتاع الترم الثاني، محتاجين نفهم شويه السكند اوردر بروسيس عشان نقدر نوصف الريسبونس ده، لان ده اللي هيطلع من السكند اوردر. تقولي طب معلش اللوب دي ممكن ما تطلعش سكند اوردر، اه ممكن تطلع ثيرد اوردر، ممكن تطلع فيفث اوردر، ممكن تطلع سيكس اوردر، اه ممكن كل ده ممكن. طب ليه انا مركز بس على السكند اوردر وادرسه دلوقتي؟ علشان ده ابسط حاجه ممكن ادرسها، تديني معادلات توصف لي البيهيفير اللي ممكن اشوفه من اللوب. بمعنى تاني، اللوب ممكن تطلع 6th order 7th order 8th order 9th order، مش مهم. I will always think of the loop، او I would like to think of the loop على انها ايه؟ second order. ليه؟
علشان الماثيماتكس على السكند اوردر ظريفه، اعرف اتعامل معاها، اعرف اتعامل معاها وتوصف لي الرينج بتاع البيهيفير اللي ممكن اشوفه من البروسيس فاريبل. ممكن يبقى اوفر دامبد لو خليت الكنترولر ماله بطيء جدا، لو حطيت كنترولر تلم بطيء غبي بياخد الاكشن في يعني عمال يقعد يفكر اعمل كده، حطيته بطيء جدا ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الريسبونس بتاعك بطيء راح للسيت بوينت ببطء. لو حطيت كنترولر سريع جدا ايه اللي يحصل؟ تلاقي البروس فاريبل سستيند اوسيليشن. عملت الكلام ده في اللاب في اول محاضره، في اول في, ال... في اول في اول محاضره. اتفضل. الايه؟ طبعا بيغير الاوفر اول ترانسفير فانكشن لللوب كلها، بيغير الاوفر اول ترانسفير فانكشن لللوب كلها. مش ماشي؟ اي حاجه في البوزيتيف كل سنه وانت طيب. خلاص خلاص كل سنه طيب، الباقيين هيموتوا وده عمال بيزيد. تمام ماشي يا جماعه؟ كويس قوي. هنسامرايز السلايد دي بان the under damped form is frequently encountered مش as a process in investigating the properties of processes under feedback loop، in investigating the properties بتاعت ال process variable under feedback control. وبعدين الكنترول لوبس عادة بنحب نعملها ديزاين such that ان البروسيس فاريبل يرسبوند زي الاندر دامبت. لما بعمل ديزاين لللوب بتاعتي هل نفسي ان اللوب لما غير السيت بوينت تبيهيف على انها اندامبت؟ هل عايز اللوب تعمل كده؟ لا. هل انا عايز تبقى بطيئه قوي زي الاوفر دامبت؟ لا. انا عايزها يا اما تبقى كريتيكالي دامبت يا اما تكون اندر دامبت بس ايه ما تكونش برضو فيها اوفر شوت عاليه. فهبدا ادرس بقى الايه الاندر دامبت كيس دي واحاول اوصف الريسبونس بتاعها للستيب انبوت علشان لما يجي دوري ان انا ديزاين اجي اقول للمهندس اللي هيعمل ديزاين اقول له ايه لو سمحت انا عايز اندر دامبت ريسبونس بالمواصفات دي. تمام كويس قوي. الاوفر دامبت الاول، الاوفر دامبت ماله؟ البولز ريال فسهل قوي. الاوفر دامبد ريسبونس ده اهو افكركم بيه تاني، الاوفر دامبد ريسبونس البولز ريال ومختلفين صح؟ ده هنا كان كام؟ اهو اس بلس 1.1 ملتبلايد في اس بلس 7.8، يعني في 2 بولز مختلفين بس ريال. فالحل سهل قوي اهو، اقدر اريبريزنت بسهوله بالمنظر ده كاني عندي 2 لاجز ورا بعض، كان عندي 2 فيرست اوردر لاج ورا بعض. ده يديني سكند اوردر ولا لا؟ سكند اوردر طبعا. طيب اوفر دامبد ولا اندر دامبد ولا كريتيكالي دامبد؟ ها اوفر دامب امتى يطلع اندر دامب؟ امتى يطلع سوري امتى يطلع؟ مش ممكن يطلع اندر دامبد لان مش ممكن تلاقي هنا ده، دي كلها ريال سيجنالز، مش ممكن تلاقي تاو 1 دي ايماجينري او كومبلكس. لكن امتى يطلع كريتيكالي دامبد؟ لو تاو واحد، في ناس لسه صاحية كويس، لو تاو واحد بتساوي تاو اتنين اهي، لو تاو واحد بتساوي تاو اتنين يبقى التو بولز في نفس اللوكيشن. مين في دول الريسبونس؟ الريسبونسز دي هو الكريتيكالي دامبد. مين في دول الكريتيكالي دامبد؟ اسرع واحد فيهم ده، لان الاوفر دامبد بطيء بيسموه فيري سلاجش ريسبونس ما بنحبوش. لو بتكلم على لوب وانا السكند اوردر دايما بتكلم ان انا بحاول افكر اللوب بتاعتي كسكند اوردر، فالاوفر دايما ده معناه انه بطيء كده. فمفيش فن كتير قوي ان انا يعني لو قلت لك ان عندي اوفر دايما سيستم ومدخله واحد على اس، اتس فيري ستريت فورورد ماثيماتكس. يعني هتدخل واحد على اس على الترم ده وتعمل لابلاس ترانسفورم، تعمل بارشال فراكشنز وانفرس لابلاس ترانسفورم وتطلع معادله توصف ده. المعادله دي هتكون فيها ايه؟ اهي زي دي كده، فيها 2 اكسبوننشال، واحده بطيئه وواحده سريعه، اهي حسب مين القريب ومين البعيد. كويس، نيجي بقى نتكلم على الاندر دامبت كيس. الاندر دامبت كيس بارامتر A وB دول كانوا مضايقني ليه؟ علشان انا عايز بارامترز ثانيه، نفسي بارامترز ثانيه توصف شكل الريسبونس. يعني بمعنى ثاني لما اقول لك الاي ب 6 او الاي ب 5
تقولي لا ما اقدرش اقول لك يعني مثلا الريسبونس هيطلع اندر دامبد ولا اوفر دامبد حسب الاي والبي. طيب ماشي. جه واحد قال طب ما نستخدم الاوميجا والسيجما. ايه الاوميجا والسيجما دول؟ مكان البولز. مكان البول على الجي اوميجا اكسس هي اوميجا، ومكان البول في الريال بارت هي سيجما. ف السيجما دي هي الديكي ريت بتاع الاكسبوننشال، والاوميجا دي هي بنسميها دامبد فريكوانسي اوف اوسيليشن، الاوسيليشن فريكوانسي بتاع الساين ويف دي. ايه ده؟ هي دي ساين ويف؟ اه ساين ويف ملتبلايد في اكسبوننشال، فادتني حاجه اسمها دامبد ساين ويف او دامبد اوسيليشنز. فالفريكوانسي بتاعها بنسميه ايه؟ اوميجا دي. وده عباره عن ايه؟ يعني مكانه فين؟ يعني ده موجود فين؟ ده مكان البولز، ده جاي من البولز اهو. شايفين دي السكوير روت بتاع 8 اهو، الريال بارت بتاعي هو اللي بيبان هنا على انه اوميجا. كويس قوي. ف لو انا لو هرد على اللي جه قال لي انا هستخدم تو اي سكند اوردر محتاج تو بارامترز عشان اوصفه. ففي الاول قلنا الاي والبي، بعدين الاي والبي مزعجين شويه عشان الاي لوحدها ما بتوصفليش شكل ريسبونس، لازم ابص على الاي والبي. فحد قال لي طب خلاص استخدم السيجما والاوميجا دي مكان البولز. اقول له ممتاز، لان فعلا لو عرفت السيجما والاوميجا دي، لو عرفت السيجما والاوميجا دي انا عرفت مكان البولز وعرفت شكل الريسبونس هل هو اوفر دامبد ولا لا. لو الاوميجا دي بصفر معناه مفيش ريال بارت، مفيش ايماجينري بارت، انا اسف، يبقى كده خلاص اوفر دامبد. كويس. بس انا مش قادر اريليت الاوميجا دي والسيجما بسرعه لاس سكوير بلس 3 اس بلس 7 اللي قدامي. ليه؟ عشان لازم احل واجيب الروتس، لازم احل واجيب روتس ماينس ايه على 2 بلس اور ماينس السكوير روت بتاع ايه سكوير. فاكرين الكلام ده؟ فجم فكروا قالوا ايه؟ طب هنعرف تو بارامترز جداد. اول بارامتر دي الاوميجا والسيجما، اللي هم الاوميجا دي والسيجما. سمينا الاوميجا دي الدامبد فريكونسي. يعني ايه دامبد؟ كلمه دامبد دي المقصود بيها ايه؟ ان الساين ويف دي مش بيور ساين ويف، دي اسمها ايه؟ اسمها دامبد ساين ويف او ديكينج ساين ويف. عشان كده، عشان هي ملتبلايد في الاكسبوننشال ده، عشان هي عباره عن ساين ملتبلايد في الاكسبوننشال، فبتموت مع الوقت. فجه مهندس او ماثيماتيشن وقال هعرف بارامتر تاني اسميه ناتشورال فريكوانسي اوميجا ان. ايه اوميجا ان ده بقى؟ قال لك ده الفريكوانسي بتاع الاوسيليشنز لو انا شلت الدامبنج من السيستم. لو انا مفيش دامبنج، يعني ايه مفيش دامبنج؟ الدامبنج اللي هو الترم ده، الترم الاي اس ده، لو انا خفيته شلته يبقى ده عباره عن ان دامبد سيستم كده. فالفريكوانسي بتاع الاوسيليشنز اللي طالع هسميه اوميجا ان. طب وهو ده شرط يكون زي اوميجا دي؟ لا مش شرط. بمعنى تاني انا هنا لو ظبطت الكنترولر يديني سستيند اوسيليشنز، هل لازم السستيند اوسيليشنز دي يكون الفريكوانسي بتاعها زي الدامبد اوسيليشنز دي؟ لا خالص. انا لما بغير بارامترز الكنترولر بتغير لي بارامترز بتاعت الاوفر اول ترانسفير فانكشن، بيطلع حاجه ثانيه خالص. فهنعرف اول بارامتر اسمه اوميجا ان، نسميه ناتشرال فريكوانسي اوف اوسيليشن اوميجا ان. ده معناه ايه؟ الفريكوانسي بتاع البيور ساين ويف اللي هتطلع من السيستم لو حضرتك لغيت الدامبنج. يعني ايه لغيت الدامبنج؟ شلت الترم اللي فيه اس، بقت اس سكوير بلس حاجه. واضحه يا جماعه ولا وقعتوا مني؟ خلاص انا فاضل لي 5 دقايق واخلص، فبطمن بس ان محدش وقع. لو شلت الدامبنج الفريكوانسي بتاع الساين ويف هو ايه؟ هو سميه اوميجا ان. كويس. وهعرف بارامتر تاني بقى، ده البارامتر المهم، اسمه زيتا، هسميه دامبنج ريشيو. بيوصف لي الريشيو بتاعت الاوميجا ان دي على الديكي ريت بتاع الاكسبوننشال. ايه الديكي ريت بتاع الاكسبوننشال ده؟ اللي هي السيجما بالظبط اهو، لسه كانت موجوده الديكي ريت بتاع هي سيجما. فانا هعرف بارامتر اسميه دامبنج ريشيو.
هو الريشيو بتاع الاكسبوننشال ديكي ريت اللي هي ده اللي هي سيجما للناتشرال فريكوانسي اوميجا ان. كويس الديفينيشنز دي فادتني بايه؟ تعال نشوف دلوقتي كل اللي هعمله ايه. ان انا همسك المنظر ده كده واحاول اشوف بقى الزيتا واوميجا ان دول بيساوي كام. if damping is gone, if damping is gone, لو الدامبنج راح يبقى الترم ده اختفى. الاي اس راح يبقى بي على اس سكوير بلس بي. الساين ويف اللي طالعه الفريكوانسي بتاعها كام؟ هيطلع ساين ويف ساين اوميجا تي. الاوميجا بتاعتي تطلع كام؟ تطلع السكوير روت بتاع بي لان ده كانها اس سكوير بلس اوميجا سكوير. فيطلع ان بي هي اوميجا ان سكوير معناها اوميجا ان بتساوي السكوير روت بتاع بي. كده انا عرفت اوميجا ان كويس او متشكرين. طيب زيتا بقى زيتا بتساوي ايه؟ الاكسبوننشال ديكي ريت على اوميجا ان. ايه الديكي ريت بتاع الاكسبوننشال؟ هي سيجما. سيجما دي ايه؟ سيجما دي الريال بارت بتاع البولز. طب لو انا جيت احل المعادله دي الريال بارت بتاع البولز بتاعي لو هم كومبلكس هيبقى ايه؟ حل المعادله دي هو ايه؟ حد فاكر؟ ازاي احط اس سكوير بلس اي اس بلس بي تساوي صفر؟ نيجاتيف ايه على 2 بلس اور ماينس السكوير روت تمام بتاع ايه؟ بتاع بي سكوير ماينس 4 اي سي. فاكرين الكلام ده؟ كويس؟ فيطلع هنا ان ده عباره عن الاكسبوننشال ديكي ريت عباره عن ايه على 2؟ الاكسبوننشال ديكي ريت عباره عن ايه على 2 على اوميجا ان. كويس قوي. يبقى زيتا زيتا بتساوي ايه على 2 اوميجا ان. يعني الاي نفسها بتساوي 2 زيتا اوميجا ان. هشيل الاي واحط 2 زيتا اوميجا ان واشيل بي واحط اوميجا ان سكوير تطلع المعادله دي. المعادله دي مهمه جدا. ليه بقى؟ لان لما ببص كده في فيتشر ظريفه جدا طلعت. تو بارامترز برضو ما استفدتش كتير. ما هو تو بارامترز زيتا بدل اي وبي بدل اي وبي طلع زيتا واوميجا ان. شكرا. بس في شويه بروبرتي ظريفه قوي ان زيتا لوحدها بتحدد لي شكل الريسبونس. امال اوميجا ان يعني ايه فسوخه؟ لا اوميجا ان بتغير في التايم سكيل تمطه وتصغره. يعني ايه الكلام دوت؟ حط زيتا بصفر يطلع ايه؟ اندامبد صح؟ اوميجا ان ممكن تخليه حاجه غير اندامبد؟ يعني لو زيتا بصفر ممكن يبقى اندامبد ولا مش يعني ممكن ما يبقاش اندامبد؟ هو لازم هيبقى اندامبد صح؟ زيتا بصفر خلصت. طب حط زيتا بواحد يطلع ايه؟ 2 اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير يطلع ايه؟ كريتيكالي دامبد. تو بولز عند نفس المكان اللي هي ماينس اوميجا ان. تمام؟ يعني لو زيتا بواحد كريتيكالي دامبد صح بغض النظر عن قيمه اوميجا ان. ده فيتشر جميله جدا ما كنتش شايفها في اي وبي. فبالتالي التو بارامترز زيتا اوميجا ان دول انا دلوقتي لو بديزاين فيدباك لوب وعايز اطلع ريسبونس اسمه كريتيكالي دامبد اقول لك ايه؟ مستر ديزاينر اديني فيدباك لوب لو سمحت ويز زيتا ايكوال 1 بس كده. مش محتاج اقعد دماغي بحاجه ثانيه. اقول لك انا عايز زيتا ايكوال 1 بوصف لك الشكل اوفر بقول لك عايزه كريتيكالي دامبد. وانت بقى تظبط البارامترز بتاعت الكنترول بتاعك انك تديني الكريتيكالي دامبد ريسبونس. اوميجا ان تفرق في ايه؟ تفرق انها بتمط الريسبونس وتصغره يعني تمطه وترجعه تاني لكن نفس الشكل نفس البروبرتيز بتاعته ما فرقتش. انت بس غيرت التايم سكيل. يعني مثلا لو عندي الصوره دي كده كويس لو نفس الصوره دي جيت حطيت هنا مثلا 1 2 3 4 5 لو جيت غيرت اوميجا ان يفضل نفس الصوره بس بدل 1 2 3 4 5 تبقى 10 20 30 40 50 نفس الشكل بالظبط. الشكل بيتحدد بزيتا واوميجا ان بتحدد السكيل بتاعتي. كويس قوي. طيب مكان البولز موجود فين؟ موجود في ماينس زيتا اوميجا ان بلس اور ماينس اوميجا ان سكوير. مش عارف القصه دي عظيم جدا. امتى يبقوا كومبلكس؟
لو زيتا بكام؟ من كام لكام؟ لو زيتا أصغر من واحد صح؟ يبقى لو زيتا بصفر undamped، ولو زيتا بواحد critically damped، في النص بينهم هي ايه؟ هي under damped. ايه حط زيتا بنص يطلع بولز كومبلكس. نقدر نطلع ده في جدول، لو زيتا بواحد انا critically damped، لو زيتا بصفر انا undamped، لو زيتا من زيرو واحد انا under damped. طب لو زيتا اكبر من واحد خلاص مش فاضل غيرها اصلا بقى، لو زيتا اكبر من واحد يبقى انا اكيد اوفر دامبت. تمام؟ هنا مكان البولز فين لكل كيس من دي؟ لو زيتا بواحد هم رير وايكوال، لو زيتا من زيرو واحد هم كومبلكس كونجكت، لو زيتا اكبر من واحد هم ريال وان ايكوال او ديفرنت. تمام؟ الصوره اللي بعد كده بمجرد بس بتبين لي الريسبونس الاسوشيتد مع كل بير اوف بولز عامل ازاي. لو زيتا بصفر هم على جي اوميجا اكسس، وبالمنظر ده ريسبونس undamped، undamped ريسبونس او undamped سيستم، ده بيسموه undamped ريسبونس، وده عباره عن كريتيكال ستيبل سيستم، اسف، او مارجنال ستيبل سيستم. ده under damped ريسبونس. تمام؟ ومكان البولز بتاعتي اهو كويس. لو بصيت هنا، لو بصيت على الصوره دي وقلت لك ايه الفريكوانسي اللي اسمه اوميجا دي، اوميجا دي ايه؟ اوميجا دي دي الفريكوانسي بتاع الدامبد اوسيليشنز هنا في الصوره دي بيساوي كام؟ بيساوي كام بالظبط الجزء ده من البول اللي هو الجزء ده، لانه هنا طلع كومبلكس. تمام؟ فهو الجزء ده هو الاوميجا دي، هي القيمه دي، هي القيمه دي بالظبط، مختلفه عن قيمه اوميجا ان. اه مختلفه، مش شرط تطلع، مش شرط تطلع هي هي. الناتشرال فريكوانسي هو اوميجا ان، ده مختلف عن الدامبد فريكوانسي اللي هشوفه من السيستم لو بيديني دامبد اوسيليشن. الدامبد اوسيليشن يوجوالي بتكون ابطا شويه، الناتشرال فريكوانسي اوميجا ان بيكون اسرع شويه. ماشي يا جماعه؟ اوكي. استفدنا ايه من اللي احنا عملناه ده؟ استفدنا ايه ان احنا عملنا اناليسز للسكند اوردر سيستم بالمنظر ده؟ لغايه دلوقتي ما استفدناش حاجه. في الترم الثاني، في الترم الثاني هاجي اقول لك، مش انا يعني، الدكتور حنان، الدكتوره حنان والدكتور احمد ابو السعود، هيجي يقول لك اعمل لي ديزاين لفيدباك لوب، لفيدباك لوب اهي، فيدباك لوب اهي، اعمل لي ديزاين لللوب كامله بحيث ان الريسبونس يطلع كريتيكالي دامبد او اندر دامبد ريسبونس باوفر شوت معينه 5% 10%. فاكرين في اللاب ما قلت لكم الكنترول ده بيعمل جود جوب ولا لا؟ وقلت لك الاندستري ستاندرد ان الاوفر شوت مالها المفروض ما تزيدش عن كام؟ 5%. تمام؟ هنيجي في الترم الثاني ونيجي على 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 على, على, على السكند اوردر ده، على السكند اوردر ده، ونجيب الريسبونس بتاعه لما دخله ستيب از ساين ويف، ونجيب الاوفر شوت از اكسبريشن في زيتا واوميجا ان، وهتطلع معتمده بس على زيتا كمان. فبالتالي لو جيت قلت لك اعمل لي ديزاين لللوب على ان انا ما افهمش بقى زيتا واوميجا ان، انا راجل بتاع بروسيس بتاع اوبريشن، فانا عايز لما اغير السيت بوينت مش عايز اشوف اوفر شوت كبيره كده، عايز اوفر شوت يعني بالاكتر حاجه 5%، اكتر من كده مش موافق. حضرتك بقى الديزاينر هتحول ال 5% دي لقيمه لزيتا، وبعدين تعمل الديزاين بتاعك بيزد على قيم زيتا اللي انت عايزها. تمام؟ فاحنا لغايه دلوقتي خدنا نص التاسك بس، نص الاناليسيس بتاعي. الاناليسيس بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع السكند اوردر سيستم. في الترم الثاني هتبدا تريليت ده بقى لايه؟ بنسميها بيرفورمانس ميجر. ايه البيرفورمانس ميجر ده؟ الاوفر شوت، الديكي ريشيو، الايرور، الكلام ده كله هناخده في الترم الثاني. دلوقتي انا وفي الترم الثاني هناخد ده على طول، هنبدا على طول بالاكسبريشن ده. خلصت، محدش بقى يقعد يقول لك ثاني ايه زيتا عباره عن ايه واوميجا ان ايه، خلاص انت خدتها دلوقتي. طيب انا جيت في مره في سنه من السنين واديت للناس ريسبونس زي ده كده، واديته بقى الفاليوز، اعتقد ان الصوره الثانيه اوضح. الصوره دي
قلت له ده الريسبونس بتاع اندر دامبد سكند اندر دامبد لوب بالمنظر ده كده، في باك لوب غيرت السيت بوينت طلع الريسبونس ده كده. قلت له الفاليوز هنا مثلا كان 30، هنا كان 37، هنا كان 40، هنا مش عارف كان اديته تايم ده والتايم ده والتايم ده والتايم ده، اديته شويه حاجات كده يعني. قلت له الاوفر شوت كام؟ صعبه ولا سهله؟ اي حد عمل اللاب هيقول على طول الاوفر شوت هي الديستنس ديت على الديستنس دي بس از ا برسنتج، تمام؟ ولو سالتك الاوفر شوت دي كبيره ولا قليله، اي حد عمل اللاب ومصحصح هيبقى عارف ان 5% 10% لغايه 10% ده ايه يعني، ده الاوفر شوت اللي ممكن ناكسبت لو بتكلم على لوب. والسكند اوردر وي اونلي يوز ات وي اونلي انالايز لانه ده بيفيدني في اللوبس، بيفيدني لما اتكلم على لوب. ماشي يا جماعه؟ اوكي انا كده خلصت الجزء دوت. الجزء ده اعتقد ان الكتابين دول، انا بس عايز اتاكد الكتابين عندكم ولا لا. الكتابين ده عندكم وده عندكم برضه. انا بعته قريب للمعيد، بعته لسه من يومين للمعيد، اتاكد ان هو اداه لكم يعني. فالجزء ده انا جبته من الكتاب بتاع نايس ده اللي هو اشتغلنا منه كنترول سيستم انجينيرنج، ومن الكتاب ده موضوع زيتا اوميجا ان ده موجود في كل الكتب. اللي هيفتح اي كتاب عن الكنترول هيلاقي فيه الاناليسيس دوت، لكن الاكزامبلز اللي انا جبتها دي موجوده في السكشنز دي كلها. ماشي، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله.